الناس اللي بتدور على الحب في حياتها، الناس اللي بتدور على الحب في حياتها، حب أي حاجة بقى، حب زوج، حب زوجة، حب ابن، حب بنت، حب لسه ما جاش، حب فلوس، حب دنيا، حب أي حاجة. ربيعة ابن كعب كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، كان فقير بس كان بيحب دايما يبص للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي ماشي كده يقعد يبص له بس. ففي مرة بيسأله: يا ربيعة ما حاجتك؟ قول انت نفسك في ايه؟ وده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي للشخص، الدعوة بتستجاب، اللي عايز فلوس، اللي عايز يتجوز، اللي عايز اي حاجة من حاجات الدنيا او الاخرة. يعني سيدنا سعد ابن ابي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يا محمد صلى الله عليه وسلم، ادعو الله ان اكون مستجاب الدعوة، انا عايز ابقى مستجاب الدعوة. ده خاله، فراح قال له: يا سعد انت مستجاب الدعوة. خلاص لحد اللحظات الاخيرة في حياته كانت الناس بتروح لسيدنا سعد ابن ابي وقاص: ادعي لي. فيدعي الدعوة تستجاب. فسأل ربيعة: ما حاجتك؟ تخيلوا كده عبد فقير ممكن يقول للنبي ايه؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة، أنا عايز أبقى معاك بس في الجنة، مش عايز حاجة تاني من الدنيا، عايز أبقى جنبك في الجنة. الحب هو سيدنا بلال رضي الله عنه لما النبي مات ساب المدينة، ما قدرش يعيش في المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر لقرية كده على أطراف المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاله في المنام وقال له: لما الجفاء يا بلال؟ انت سبتنا ورحت فين؟ مش قاعد جنبنا ليه؟ لما الجفاء يا بلال؟ فتاني يوم على طول بلال، سيدنا بلال، رجع للمدينة وراح عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقعد يصلي ويدعي ويسلم عليه. فجاء سيدنا عمر لما عرف ان سيدنا بلال موجود وقال له: تعالى بقى في جيش واحنا خارجين دلوقتي نحارب، فأذن لصلاة العصر. فأذن بلال حتى ما وصل إلى اسم النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فانقطع صوته من البكاء، ما قدرش يكمل بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قدرش يكمل الأذان بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. بكى، فبكى عمر وبكى الجيش حتى أنهم سموا هذا اليوم بيوم البكاء من كتر الناس ما كانت بتعيط. ده الحب يا جماعة. الحب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، كانوا ماشيين وعطشانين جدا، ولما النبي مسك الحاجة اللي بيشرب فيها وجاي بيشرب، فسيدنا أبو بكر بيحكي بيقول: شرب النبي حتى ارتويت، النبي بيشرب وأنا عمال أشبع. ده إيه الحب ده؟ هو ده الحب الحقيقي اللي لو جه في قلبنا حياتنا والله هتتغير.